الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الدرس 36 من كتاب العلوم الإسلامية لطلاب الصف الثاني الثانوي الفرع الأدبي الأذكار النبوية ودلالتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس وكان أتقى الناس وكان صلى الله عليه وسلم أخوف الناس من الله سبحانه جل في علاه، لذلك كان أكثر الناس ذكرا لله سبحانه جل في علاه، فكان يذكر الله على جميع أحواله وفي جميع أحواله. ونحن اليوم إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى في كل شأن من شؤوننا وفي كل حركة من حركاتنا، إنما استفدناها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذناها من ميراثه صلى الله عليه وسلم، الذي لم يورث شيئا في هذه الدنيا إلا العلم والذكر والقرب من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم العبادات وأحبها إلى الله سبحانه، لذلك أمر بها عباده وحثهم عليها. لماذا؟ من أجل تزكية نفوسهم حتى النفس تصير طاهرة. كل ما ذكرنا الله عز وجل كثير من صير نحب الله من صير نحب أوامره. اثنين، تقوية إيمانهم. كل ما ذكرنا الله بزيد حبنا بزيد إيماننا لله. ثالثا، لأنها سبب فلاحهم في الدنيا والآخرة، سبب الفلاح النجاح الفوز في الدنيا. الله سبحانه وتعالى بكتب لنا الخير، يكتب لنا البركة في هذه الحياة، يكتب لنا الرضا في هذه الحياة، يكتب لنا القناعة في هذه الحياة إذا أكثرنا من ذكره سبحانه جل في علاه. وكذلك في الآخرة إذا جئنا إلى الله سبحانه وتعالى سنجد أن هنالك جبال من الحسنات كنا لم نحسب أن هذه ستكون أمامنا، إنما جاءت بذكر الله سبحانه وتعالى. لنتعرف على معنى ذكر الله. معنى ذكر الله هو مداومة العبد على ذكر الله بألفاظ يجريها على قلبه ولسانه. ممكن يذكر الإنسان رب سبحانه وتعالى بألفاظ قلبية، ممكن يذكر بألفاظ قولية يجريها الله سبحانه وتعالى على قلبه ولسانه، تتضمن الثناء على الله بصفاته وأسمائه وأفعاله وتلاوة آياته وما ورد الترغيب فيه في القرآن والسنة على اختلاف الأحوال والمناسبات. أي إشي رغب فيه القرآن الكريم قمت به إنما هو ذكر الله. قراءة القرآن هو ذكر الله، الصلاة هي ذكر لله سبحانه وتعالى، الصيام هو ذكر لله، الحج هو ذكر لله، كل شيء هو ذكر لله سبحانه وتعالى يتقرب به العبد إلى مولاه. لذكر الله عز وجل أهمية كبيرة وفضائل كثيرة وآثار جليلة وفوائد في حياة المسلم. بين ثلاثة من هذه الفضائل والآثار والفوائد ومظاهر الأهمية. أولا، بعث الطمأنينة والسكينة في النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثانيا، تحصيل المغفرة من الذنوب. هذه الأذكار تأتي للذنوب فتمسحها، تمسح هذه الذنوب يوم القيامة ناتي وإذا بها قد طمست. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة من الذنوب والأجر العظيم رفع درجات. ثالثا، رفع منزلة ودرجة الذاكر عند الله مما يحقق له المنزلة العالية في الجنة. برتفع عند الله وصير له شأن كبير وصير له درجة عالية في الجنة. بماذا؟ بذكر الله. قال الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كيف هذه الآية دلت على أن الإنسان بأخذ منزلة ودرجة عالية عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه فاذكروني أذكركم فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى قريب من عبده إذا ذكره. الله قريب، لذلك إذا صار قرب ما بين الله وما بين العبد فإن العبد يرتفع إلى الله عز وجل. يدل على أيضا على رفع منزلة ودرجة الذاكرة عند الله عز وجل، شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله. واسترجع يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. شوف كيف رفع الدرجات بسبب أنه صبر على فقد ولده. ولده مات، صبر واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضي الله سبحانه وتعالى، بنى له بيتا في الجنة وسماه بيت الحمد. قال صلى الله عليه وسلم أيضا، يدل على هذه على رفع منزلة ودرجة الذاكر عند الله عز وجل، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنا معه إذا ذكرني، رفع منزلة أنه الله عز وجل يكون مع الإنسان شرف. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أيهما أفضل، نفس أنفسنا أم نفس الله سبحانه وتعالى؟
يذكر الله عز وجل في نفسه، قال ومن ذك وان ذكرني في ملأ، يعني بين الناس ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكه، الله بذكره عند الملائكه. طبعا هذه النقاط السابقه الثلاث اللي حكيناها هي النقاط الرئيسه في الفوائد والاثار ومظاهر الاهميه، وفي ثنايا الدرس اكثر منها، فلو مثلا طلب اكثر من ثلاث نقاط بتكون في كمان نقاط ثانيه اللي هي 1 الذكر حياه للقلب، كمان 2 ذكر الله من اعظم العبادات واحبها الى الله امر به عباده لتزكيه نفوسهم وتقويه ايمانهم. الذكر حياه للقلب، كيف؟ وضح ذلك. اولا ان الله عز وجل امر بالذكر ونهى عن الغفله عنه. امر عن الذكر لذلك حياه، لماذا امر بالذكر؟ لانه حياه، لماذا نهى عن الغفله؟ لأن القلب يموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرع، إيش تضرع يعني؟ يعني رجاء، رغبة، وخيفة يعني خوف، إن بذكر خارج منه. الأولى تضرع بذكر طبعا في جنته، الثاني خيفة بذكر أني خايف منه. قال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، يعني على طول الوقت كله، ولا تكن من الغافلين. أيضا مما يدل على أن الذكر حياة القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذاكرين لله عز وجل بالأحياء وشبه الغافلين عن ذكر الله عز وجل بالأموات. لأن الذكر ليش علل ذلك؟ لأن الذكر حياة للقلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أقول لك استنبط مثلا من هذا الحديث النبوي فائدة من فوائد ذكر الله، بقول الذكر حياة للقلب. 2 ذكر الله من أعظم العبادات التي أحبها إلى الله أمر بها عباده لتزكية نفوسهم وتقوية إيمانهم، لأنه سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هنالك آية القرآن تقول وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إيش بدنا نأخذ منها حكم من أحكام الذكر؟ إنه يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل في الأوقات والمناسبات جميعها، في العشي والإبكار أوقات طبعا، يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل في الأوقات والمناسبات جميعها. اذكر من هذه الأوقات مثلا 1 في الصباح والمساء، 2 عند النوم واليقظة، 3 عند دخول المنزل والخروج منه، 4 عند دخول المسجد والخروج منه. طبعا يعني يا اخوه انه ذكر الله عز وجل يكون عند كل حركه بتحركها الانسان، يعني اذا بدك تنام في لك ذكر، اذا بدك تقوم من النوم في ذكر، اذا بالليل قمت وانت يعني مش عارف تنام في ذكر لله عز وجل بتقول، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا الواحد بده يلبس ملابس بذكر ذكر، اذا بده يغير ملابسه بذكر ذكر. وارد على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لبس جديد برضه في ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الحمام، إذا خرج من الحمام، إذا دخل البيت، إذا خرج من البيت، إذا راح السوق. إذا رأى إنسان لابس إيش جديد، ثوب جديد كان بده يبارك له، وارد على النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا، يعني في كتاب صغير اسمه حسن المسلم احتوى تقريبا على كل الأذكار اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال وفي كل الأوقات والمناسبات. طيب خلينا نبين بعض هذه الاذكار وما تدل عليها من معاني عظيمه. اولا اذكار الصباح والمساء، الصباح يعني ما فتت ما بعد الفجر قبل الظهر، والمساء من بعد العصر تقريبا لمنتصف الليل او لثاني يوم الفجر، هذا كله بيكون في المساء. خلينا ايش معنى المقصود باذكار المساء؟ هي اذكار داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء وحثنا على التمسك بها، لأنها تعود على الذاكر بفوائد وآثار عظيمة. من هذه الفوائد والآثار 1 أنها تحصن المسلم من الشيطان وكيده. إيش يعني تحصنه؟ يعني بتحميه من كيد الشيطان. 2 تحفظ الإنسان وتحميه من غير شيء، يعني بتخليه بتوفقه في الحياة وبتخليه بعيد عن المضار كمان، ولو أصيب بمضرة يكون في حماية الله فيدخل الجنة. 3 تشعر المسلم بأن الله معه في كل اليوم، يعني دائماً وهو بذكر الله خلاص بذكر وأنا مع عبدي إذا ذكرني، فيشعر حينها بالطمأنينة والراحة. أيضا 4 تقرب العبد من الله فيغفر ذنوبه ويعفو عنه، كل ما ذكرنا الله أكثر كل ما تقربنا من الله عز وجل أكثر. أيضا النقطة 5 تعطي المسلم القوة ليقوم بأعمال يومه، بأخذ بصير عنده قوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جت فاطمة تقول يا رسول الله بدي خادم، فقال أولا أدلك على خير من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فهذا خير لك من خادم.
فكانت تقولها، فكانت تقوى على عملها بهذه الأذكار. والله عز وجل يعني أمرنا حتى إذا لقينا الأعداء أن نذكر الله سبحانه وتعالى، مشان إيه؟ مشان نقوى عليهم. أيضا النقطة السادسة، تمنح المسلم الفلاح والصحة والمال. الله عز وجل ببشر الإنسان، بيعطيه النجاح في الدنيا، صحته بتكون، الله سبحانه وتعالى بيعطيه الصحة والعافية. ليش؟ لأنه متشجع جواه ما فيه هموم، لأنه بذكر الله سبحانه وتعالى بتلاقي صحته دائما كويسة، والله سبحانه وتعالى يمنحه كذلك المال بذكر الله عز وجل. طبعا ورد يعني في أحاديث في قول الله عز وجل، مثلا نوح قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر الآيات بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا من ألف لواو هذول النقاط، أي واحد بدي أعللها نفس الجواب، إنه يعني لو بتقول مثلا الذكر يشعر المسلم بان الله معه في كل يوم فيشعر بالطمانينه والراحه، على ذلك بقول لانه توكل على الحي القيوم، اثنين لانه بدا يومه بذكر الله وانهاه بذكر الله سبحانه وتعالى. خلينا نشوف بعض اذكار الصباح والمساء الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ورد هذا الذكر في الصباح ان يقول اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا بقول في الصلاه. طبعا اذا امسى ايش بقول؟ بغير الالفاظ، اللي بدل ما يكون اصبحنا واصبح بقول امسينا وامسى، مثلا بقول امسينا وامسى الملك لله، وبدل ما يقول ربي اعوذ بك من عذاب، ربي اسالك خير ما في هذا اليوم، يقول ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها، واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها. طبعا السؤال اللي بيجي على هذا مثلا بيجيب لك مثلا بقول من اي نوع هذا الذكر، مثلا اصبحنا واصبح الملك لله، بتقول من اذكار الصباح. لو قال لك من اي انواع الذكر امسينا وامسى الملك لله، بتقول من اذكار المساء. هنالك ايضا ثانيا اذكار خاصه ببعض العبادات، مثل دعاء الاستفتاح في الصلاة. دعاء الاستفتاح يعني لما نقول الاستفتاح في الصلاة هو دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل سورة الفاتحة، يعني مواقف مثلا صلاة العشاء بقول، لما أقول الله أكبر وأحط يدي على صدري بقول دعاء الاستفتاح، بعد ما أقول دعاء الاستفتاح ببلش بسورة الفاتحة. مثلا من أدعية الاستفتاح مثلا هو أنا بقول لك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، بقول كالتالي الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بكمل سورة الفاتحة. طيب إذا دعاء الاستفتاح في الصلاة أولا هو دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل سورة الفاتحة، هذا هو تعريفه. اثنين، سمي بهذا الاسم، ليش سمي بدعاء الاستفتاح؟ اول لانه يكون بدايه الصلاه، نستفتح به الصلاه بعد ان نكبر تكبيره الاحرام. خلينا نشوف دلالات دعاء الاستفتاح في الصلاه. واحد، ان المصلي يهيئ نفسه بهذا الدعاء للخشوع، تقديم ثناء على الله. اثنين، تاكيد اخلاص الانسان وصدق التوجه والمبادره نحو الخير، التوجه لله عز وجل. من هاي الاذكار مثلا اللي قلنا قبل شوي، لو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ممكن نقول لك هذا من اي الاذكار؟ سبحانك اللهم، بتقول هذا الدعاء الاستفتاح في الصلاه. ممكن يعطيه يقول اذكر يعني بين معنى الدعاء، بتقول له سبحانك اللهم وبحمدك معناه تقدست يا الله وتنزهت عن كل نقص وعيب. كلمه سبحان معناها دائما انه انزه الله، لما اقول سبحان الله يعني منزه الله عن كل نقص وكل عيب، هذا معناه. وتبارك اسمك يعني عظم وتنزه اسمك وكثرت بركته. البركه بتيجي دائما بايش؟ بسم الله. لذلك احنا لما بدنا ناكل بنقول بسم الله، لما نشبع بنقول الحمد لله، لما بدنا نلبس بسم الله، لما بدنا نخلع ملابسنا بنقول بسم الله، لما ندخل بيوتنا بسم الله، لما نطلع من البيت بسم الله، هكذا لانه بركه. وتعالى جدك يعني علت وارتفعت عظمتك وقدرتك، معنى جدك هنا العظمه والقدره، تعالت عظمت وعلت. ولا اله غيرك اي لا يستحق العباده الا انت، معنى اله يعني المعبود. لما اقول لا اله غيرك يعني لا يستحق العباده الا انت.
من أدعية الاستفتاح في الصلاة كمان: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. نفس يعني ممكن أقول لك هذا الدعاء، أي دعاء، إيش الدعاء هذا نوعه؟ بقول هو دعاء الاستفتاح في الصلاة. أيضا هنالك ذكر الصلاة بعد الذكر بعد الصلاة المفروضة. أولا أنه من العبادات التي فيها تسابق للخير، هذا اللي هو الذكر بعد الصلاة المفروضة. يؤدي هذا التسابق للخير إلى آثار وفوائد وثمرات عدة، منها واحد الحصول على درجات عالية في الجنة. بأخذ درجات عالية بإيش؟ بشوية أذكار بقولهم متى؟ بعد الصلاة، ما بأخذ منه خمس دقائق بالكثير. اثنين المحافظة على الصلة مع الله في الشدة والرخاء، لأن الإنسان كل ما ذكر الله بتلاقي علاقته بالله عز وجل ممتازة. ثلاثة تعميق الإخلاص لله عز وجل، لأن الإنسان كل ما ذكر الله عز وجل بصير قلبه محب لله، بصير يخلص بكل أعماله. من أذكار ما بعد الصلاة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، يعني دبر كل صلاة، يعني لما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، سبح 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام المئة، هذا صار 99، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إيش زبد البحر؟ بتشوف الموج، لما موج البحر يكون فيه الرغوة هاي البيضة اللي بتعلو الموج، لو تكون ذنوبه هيك مثل أعلى مثل زبد البحار كلها، ربنا سبحانه وتعالى بغفرها بالتسبيحات هذه اللي ما بتأخذ منه دقيقتين بعد الصلاة. أيضا هنالك أذكار خاصة ببعض الأماكن، مثل واحد الذكر، بقول لك ممكن أقول لك أذكر هذا ثلاث أمثلة، تقول الذكر عند الدخول إلى المنزل والخروج منه، الذكر عند الدخول إلى المنزل والخروج منه. خلينا نشوف ذكر مثلا الدخول إلى المسجد والخروج منه. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، إيش بقول يعني؟ الصلاة والسلام على رسول الله، وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد إيش يقول؟ الصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طيب بيصلي وبيسلم على نفسه؟ نعم، بيصلي وبيسلم على نفسه من ناحيتين، انه الله عز وجل يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما صلى الله عز وجل عليه، والامر الثاني تعليم لنا كيف انه احنا نقول هذا الدعاء. اذا خرج من المسجد ايش كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان نفس الشيء، كان صلى الله عليه وسلم يصلي على محمد ويسلم ويقول رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. اذا بيختلف دعاء الدخول عن الخروج فقط، انه بالدخول بيقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وبالخروج بيقول اللهم افتح لي ابواب فضلك، يعني الرزق افتح لي من هالرزق من هالخير الموجود في الحياه اللي يقوي بدني وكذا. اما الرحمه هناك بيطلب ايه؟ بيطلب المغفره والذنوب وكذا. وهذا ناسب الدخول، انه هو بصلي بيطلب رحمه ربنا، ولما يطلع يعني يا رب اني فرغت نفسي لك، فالان يا رب افتح لي هذه الحياه. الذكر عند الدخول الى المنزل والخروج منه دلالته على ايش؟ بدل هذا انه النفس كان يذكره، انه الانسان يقف مع نفسه قبل ان يخرج من بيته يسال الله فيها، توكل على الله، بسال الله انه ييسر اموره، انه يحفظ اهله. هذا معناه يعني اذا الانسان وقف قبل لا يطلع من البيت، وقف عند الباب ودعا، دعا الله سبحانه وتعالى، هذا متوكل على الله، يا رب تيسر، احفظني، احفظ اهلي وهكذا الى اخره. من اذكار الخروج من المنزل مثلا: اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. تمام؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول بسم الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ايضا من اذكار دخول المنزل انه قل بسم الله ولجنا، معنى ولجنا يعني دخلنا، وبسم الله خرجنا، يعني قبل شوي لما كنا برا احنا خرجنا بسم الله، وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على اهلي، يعني بالتوكل على الله عز وجل بخرج من البيت بالتوكل وبدخل البيت بالتوكل. ولولا يا اخوه، لولا ان الله سبحانه وتعالى يحفظنا لما استطاع الانسان ان يخطو خطوه واحده، لما استطاع الانسان ان يخطو خطوه واحده، ولكن نحن نستعين بالله عز وجل ان يعطينا من حوله وقوته. لو بدنا نسال هالسؤال: تصنف الاذكار الاتيه حسب نوعها يعني او زمانها، متى تقال الاذكار الاتيه؟ مثلا هون بالبدايه الذكر، هون نوعه او ما يقال. مثلا لو جاب اصبحنا واصبح الملك والملك نقول اذكار الصباح، لو قال امسينا وامسينا الملك نقول اذكار المساء، لو قال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك نقول عند دخول المسجد، لو قال رب افتح لي ابواب فضلك بنقول عند الخروج من المسجد، لو قال مثلا
اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل. مقول له الخروج من البيت، لو قال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، مقول دخول المنزل، وهكذا. تمام، وهكذا بقيه الادعيه والاذكار صنفها حسب الجدول، فانتبه لهذا يا رعاك الله. اسال الله ان يوفقني واياكم الى ما فيه رضا، والحمد لله رب العالمين.